علاش الصندوق الاسود هو اول حاجه كيقلبوا عليها ملي كطيح الطياره؟ وعلاش واخا الطياره تشتت واخا تشعل فيها العافيه هذاك الصندوق الاسود كيبقى مزيان؟ هادشي اللي نعرفو في هذا الفيديو. هذا بزاف الناس اللي سولتهم على الطائرات غادي يجي في بالهم الجناوح ديالهم، الرويد ديالهم، المطر ديالهم، ولكن القليل اللي كيعرف واحد القطعه صغيره اللي كاينه في الطياره واللي هي مهمه بزاف اللي كتساعدهم يعرفوا شنو وقعات للطياره قبل ما توقع الحادثه، وهاد القطعه هي الصندوق الاسود. وهاد الصندوق هذا اللي كيسميوه صندوق اسود هو ماشي اسود، هو ليموني. كيفاش؟ اي الشريف كيكون اللون ديالو ليموني. وعلاش اسيدي سموه صندوق اسود وهو هي في الليموني؟ كتقول نظري الاولى انه في الاول يلا بداو خدامين به كانوا كيصبغوه بالكحل، وقعد جاي عليه هاد السميه ديال الصندوق الاسود. نظري ثاني كتقول سموه صندوق اسود لحقاش فيه بيانات غامضه وكيصعب التحليل ديالها، داكشي علاش سموه صندوق اسود. واخا وعلاش داروه بهذا اللون الليموني؟ باش يسهل عليهم يلقاوه مثلا في وسط البحر اولا في وسط الغابات اولا وسط الثلج كيبان هذاك الليموني. واخا زيد شكون اختار علينا هذا الصندوق الاسود؟ اختاروا لنا واحد الدكتور استرالي سميتو ديفيد وارين، واقترحوا سنه 1953 وقال لهم بانه خصو يتم تسجيل بيانات الرحله ديال الطياره والمحادثات ديال هذاك البيلوت ديال الطياره باش الا وقعت شي حادثه نعرفوا الاسباب مناش. واخا زيد اشنو كاين سيدي وسط هذاك الصندوق الاسود؟ اول حاجه كاينه في هذا الصندوق الاسود هو واحد الجهاز اللي كيسجل لك البيانات ديال الطياره اثناء هذه الرحله. كيسجل لك سيدي ارتفاع ديال الطياره، كيسجل لك السرعه ديال الطياره، الاتجاه ديال الطياره، والاداء ديال المحركات، واش خسر شي واحد بهذه الرحله ولا بقاو خدامين جوج ولا خسروا بجوج. ايضا كيعطيك الوضعيات ديال دوك الاجهزه ديال التحكم اللي كيتحكم فيهم الطيار، واش كانوا خدامين كاملين ولا خسر شي واحد فيهم. ثاني حاجه كاينه لداخل واحد الجهاز اللي كيسجل لك المحادثات ديال قمره القياده. اي واحد دوا مع البيلوت سواء من الطياره سواء من خارج الطائره، دوا مع ابراج برا مثلا، كل شيء كيكون مسجل في هذا الجهاز هذا. حاجه اخرى كاينه عاوتاني عندنا في الصندوق الاسود هي وحدات ديال التخزين. هاد المعلومات البيانات وهاد المحادثات خصنا فين نخزنوهم؟ كنخزنوهم في واحد الشرائح اللي كاينين وسط الصندوق الاسود. الشرائح طبيعة شرائح صلبه ومتينه باش كتقدر انها تصبر في ظروف قاسيه جدا. وهذا الصندوق الاسود كيكون مغلف بالفولاذ مقاوم للصدى او تيتانيوم. هذا الغلاف كيكون مقاوم للصدمات، الحاجه اللي كتخليه يحمي دوك المكونات الداخليه ديال الصندوق الاسود اثناء الحادثه. كاين ايضا مواد مصممه خصيصا اللي كتحمي الصندوق الاسود من الحراره. هذه المواد هذه كتحمي المكونات الداخليه من درجه الحراره العاليه. الا وقع مثلا شي انفجار لديك الطياره ولا شي حريق فهمتيني شعلت فيها كامل العافيه، فراه هذوك المكونات وخا درجه الحراره العاليه كيبقاو محميين. كاين واحد البياسه لاصقه في الصندوق الاسود، اشنو الدور ديالها؟ هي انها كتحدد الموقع ديال هذا الصندوق الاسود تحت الماء. امتى كتبدا خدامه؟ حتى كيطيح الصندوق الاسود في الماء. اون فوا كيطيح في الماء كتخدم هي اوتوماتيكمون. شحال كتبقى خدامه؟ لمده ديال 30 يوم. كيفاش كتخدم؟ كترسل اشارات فوق صوتيه من تحت الماء باش يقدروا يعرفوها الناس اللي كيبحثوا على ذاك الحطام ديال الطائره. بطبيعه الحال وباش يخدم هادشي كامل خاصك بطاريه، كاينه بطاريه لداخل طويله المدى، ايضا كاينه ساعه، كاينه ساعه خاصه بهذاك الصندوق الاسود باش كتعطيك البيانات بالوقت مضبوط جدا. وبطبيعه الحال خارج الصندوق الاسود كتلقى جوج ديال لي بور من كيخشيو هذوك الاجهزه ديالهم باش يجبدوا البيانات اللي تسجلوا. وفين كيكون هذا الصندوق الاسود في الطائره؟ كيكون في اللور ديال الطياره، في المؤخره ديال الطياره، باش الا وقع شي اصطدام كيكون هو الاخر اللي كتوصلوا الضربه، ماشي هو الاول اللي كيتلقى الضربه كامل. الاسود باش يتيقوا فيه ويركبوا في الطائره خصو يدوز من عده اختبارات. اول اختبار هو اختبار انه واش كيتخترق هذيك الماده باش مصوب، واش كتخترق بشي حاجه الا ضرب شي حاجه ماضيه واش تقدر تخترق. كيشدوا مثلا شي حاجه ثقيله الوزن ديالها تقريبا 250 كيلوغرام، كيديروا ليها شي راس ديال الفولاذ اللي كيكون حاد كيكون مقمقم، وكيطلقوه مثلا على العود ديال 3 متر وكيشوفوا واش غادي يخترق. كاين اختبار اللي مهم وضروري هو اختبار ديال الحريق. كيشدوا ديال الصندوق الاسود كيخشيو في واحد الفران اللي كتوصل درجة الحرارة فيه 1100 درجة. كيفاش؟ أي الشريف 1100 درجة. وباش يعطوك الأوكي على داك الصندوق الأسود خاصو يبقى في هذيك 1100 درجة ساعة كاملة، خاصو يجربوا عاوتاني واش كيبقى في المياه المالحة تحت الضغط. كيديروا في واحد الخزان ديال المياه اللي كيكون مضغوط لمدة ديال 24 ساعة وكيشوفوا واش غادي يصبر. ومنين كيعطيو الأوكي للصندوق الأسود فراه كيولي خدام قادر على أنه يجمع لك مئات ديال البيانات في ثانية وحدة. وهاد البيانات اللي كيخبي هما اللي كيعطيوك التفاصيل الدقيقة علاش وقع شي حادث. بطبيعة الحال منين كيجبدوه كاينين خبراء اللي كيعرفوا اللي كيديروا التحليل ديال هذوك البيانات، ماشي غير جي، كاين خبراء مختصين في التحليل ديال هاد البيانات وكيعطيوك بالضبط الظروف اللي خلاو هاد الحادثه توقع، وبالتالي كيحاولوا يتفاداو مثلا بحال هاد الاخطاء باش ما تطيحش طياره اخرى، وبالتالي كينقذوا ارواح اخرين. هادشي علاش كيقول لك هاد الصندوق الاسود لا يقدر بثمن. وهنا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. الا استمتعتي بهذا الفيديو ما تنساش دير لنا جيم كومونتير وتبارطاجي الفيديو مع اصدقاء ديالك وزيد كادي.